من 30 سنه وانا باجي معرض الكتاب كل سنه. الحقيقه معرض الكتاب بالنسبه لي العيد، يعني انا باجي زي الاستاذ مصطفى امين لما كان بيقول بروح كاني رايح ميعاد غرامي. فانا الحقيقه ببقى يعني مبسوط ان رايح اقابل الكتب، خاصه دلوقتي كمان انا كنت بقابلها كقارئ ومبسوط وما زلت كقارئ مبسوط، لكن كمان لما تقابلها ككاتب عندي 14 كتاب في المعرض. بالنسبه لي الحقيقه انا ببقى فعلا رايح اقابل الكتب بشغف شديد جدا. حاجه ممتعه جدا فكره انك تبقى طول الوقت شايف الزحمه على الكتب احسن ما تبقى شايفها على سلع يعني استهلاكيه او حاجه بالشكل ده. اهم ما يميز هذه الدوره انها بتقام في المنصه الالكترونيه او بتقام على مستويين، مستوى على الارض ومستوى على المنصه الالكترونيه. في رايي ان هذا هو التطور الاهم لهذه الدوره وللدورات القادمه ايضا. الدوره كمان بتحفل بنشاط ثقافي بيبلغ 321 فعاليه بتقام على مدار 15 يوم في 7 مسارات، كل مسار به 3 محاور بتشمل الطفل والعروض المسرحيه وعروض الكتب وغيرها من الانشطه. فانا ممن عاصروا المعرض من اوله الى الان، وهذه اول مره أدخله في شكل جديد. ما في شك أن قيمة هذا المعارض وكل المعارض العربية لها قيمة كبيرة جدا، وخاصة هذا المعرض. طبعا يعني بالنسبة للناشرين العرب يعتبر يعني معرض الكتاب من أهم المعارض الدولية، طبعا طبعا على مستوى الوطن العربي وعلى المستوى العالمي، ودائما تقام معارض، ولكن ليس بالنسبة هذه المشاركات بالنسبة لدور النشر سواء في العالم العربي أو العالم العالمي بشكل عام. في إصدارات حلوة وفي إصدارات كتير قيمة، ومتهيألي ما كانش ينفع ان المعرض يتأجل اكتر من كده. احنا كنا محتاجين جدا ان احنا كانت دور النشر كانت تأثرت قوي في الفترة اللي فاتت، فترة الصيف وفترة الشتاء ثم فترة الصيف الجديدة، يعني احنا بنتكلم في 3 مواسم تقريبا كانوا هينضربوا لو ما كانوش عملوا المعرض السنة دي. ثم ان ده عرس بالنسبة لنا، احنا بننتظره من السنة للسنة، يعني ده المهرجان اللي احنا بنلتقي فيه كلنا، بنستناه من السنة للسنة. بالرغم من ان احنا بنقرا كتب PDF بس برضه لا غنى عن الكتاب الورقي، ده حاجة أساسية، ده اللي نشأنا عليه قبل التكنولوجيا وقبل أي حاجة.